السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريم وتاك. معكم كالعادة انا عبد الكريم من الجزائر. نتمنى راكم بخير وعلى خير. وتشوفوا في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نديروا مراجعة على هاتف اوبو رينو النسخة العادية ونشارك معكم البري تاعو في الاسواق الجزائرية. وفي الاخير نقول لكم هل هذا الهاتف يستحق الاقتناء ولا لا ولماذا. قبل ما نبداو الفيديو اذا كنت جديد تهلا اشترك في القناة وفعل الجرس ودير لنا جيم لهذا الفيديو بارك خويا العزيز باش تحفزنا. اذا بلا ما نطولوا عليكم نبداو على بركة الله. بداية بتصميم، فعندنا هيكل من الزجاج مع اطار من الالومنيوم وابعاده 9.0 ملم ضرب 74.3 ملم ضرب 156.6 ملم، بينما الوزن فهو 185 جرام. الشاشة فهي من نوع اموليد بحجم 6.4 بوصة وتحتل 86.4% من الجهة الامامية للجوال بدقة 2340 ضرب 1080 بيكسل. اذا المعالج يأتي بكو والكوم سناب دراجون 710 بمعمارية 10 نانومتر. نوع معالج الرسوميات فهو اوكتا كور 8 نواة. ايضا يستخدم الهاتف معالج رسومي من نوع ادرينو 616. الذاكرة نسختين، الاولى ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت والرام 8 جيجا بايت، والثانية 128 مقابل 256 جيجا بايت والرام 6 جيجا بايت، مع امكانية تركيب ذاكرة خارجية SD. كاميرا امامية بدقة 16 ميجا بيكسل، فتحة العدسة متغيرة F مقابل 2.0 وتدعم ال HDR وتصوير فيديو HD. الكاميرا الخلفية عدسة مزدوجة الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة متغيرة F مقابل 1.8، والثانية 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F مقابل 2.6، تدعم ال HDR وتصوير فيديو فول HD. إذا لدينا البطارية فهي سعتها 3680 ملي أمبير غير قابلة للإزالة، لا تدعم شحن سريع. لدينا الهاتف يتوفر بأربع ألوان أسود والاخضر الارجواني والوردي. البصمه فيتوفر على البصمه مدمجه في الشاشه فينجر برينت. نظام التشغيل فلدينا نظام تشغيل باندرويد الفاطيره 9 مع واجهه اوبو كولور او اس. بالانتقال مباشره الى سعر هذا الهاتف في الاسواق الجزائريه هو 95000 دينار جزائري، يعني 9.5 ملايين. وصلنا لحاجه نقولوها، هل يستحق هذا الهاتف الشراء ولا لا بهذا السعر، يعني 95000 دينار جزائري؟ انا شخصيا عجبتني المواصفات تاع الهاتف، ولكن الشيء اللي ما عجبنيش فيه هو البطاريه خاوتي، فالبصمه يعني خفيفه. فانا نقول لكم الهاتف يستحق الشراء بسعر 95000 دينار جزائري، يعني السعر اللي كان فوقه هو 10.5 ملايين فهبط ولا 95000 دينار جزائري. خاوتي كان هذا هو فيديو اليوم، تهلاو في رواكم والسلام عليكم.